كما تبعتوا اليوم في الجلسة ديال الأسئلة الشفوية، كان واحد النقاش اللي كيتعلق بالقطاع ديال الفلاحة، واللي حاولوا دائما بعض الأطراف اللي كتستغل يعني هاد الفرص من أجل النيل من الخصوم ديالهم السياسيين. تطرقنا إلى هاد القضية ديال التأخر اللي حاصل على المستوى الوطني في الإنجاز ديال المشاريع المائية، اللي بسبب هاد التأخر اليوم كندفعوا يعني الثمن غالي لهاد الإشكاليات المرتبطة بارتفاع الأسعار ديال بعض المواد الفلاحية، اللي مرتبطة بالتراجع ديال المساحات المسقية، اللي لو أننا استثمرنا في هذه المحطات ديال التحلية اليوم كنا غادي نكونوا أمام يعني واحد الوفرة ديال المياه باش نديروا النشاط الفلاحي. وللأسف الشديد هذا الفشل في التدبير ديال المياه كاين اليوم هذاك الحزب الأغلبي اللي في الولاية السابقة اللي كان ممكن أنه ينجز هذه البرامج، كيجي اليوم باش يحاول يستغل هذا المشروع ديال المحطة التحلية ديال الدار البيضاء من أجل يعني الإساءة إلى شخص سيد رئيس الحكومة من خلال الربط ديال الاسم ديال هاد الشركة الهولدينغ العائلي اللي هو انسحب منه واستقل منه طبقا لمقتضيات المادة 33 من الأشغال ديال القانون التنظيمي أشغال الحكومة، فكيحاولوا انهم يربطوه بالاسم ديالو رغم انه منسحب من جميع المناصب، وكذلك رغم ان الشركات كاين جوج شركات وطنيه وكاين واحد الشركه فرنسيه اللي خداو يعني هاد الصفقه ديال انجاز هاد المحطه ديال التحليه في اطار واحد طلب عروض اللي هو دولي واللي شاركوا فيه شركات كبرى واللي كاين دارج في اطار واحد الاتفاقيه ديال الشراكه ديال القطاع العام على القطاع الخاص، باش هاد الشركات هي اللي تجيب الامكانيات، هي اللي تجيب الفلوس وتستثمر في هاد المحطه ديال التحليه وتبدا تبيع الماء بواحد الثمن اللي غيكون مناسب للمكتب الوطني ديال الماء والكهرباء. وهذا الانجاز ديال هاد المحطه هذه وهذه الكلفه غادي خصها تدمج هاد ديك الطاقات المتجدده، فعوض ما نجيو حنا ونحييو هاد الشركات الوطنيه لان هادو فلوس المغرب وخصهم يبقاو في المغرب، ونحييو يعني الكفاءات المغربيه اللي استطاعت انها تربح في هاد لابيل دوفر اللي هو الدولي واللي شاركوا فيه شركات كبرى، كنجيو اليوم باش نعاودوا نسيئوا لهاد الشركات الوطنيه ونحاولوا اننا يعني نوجهوا ضربات لخصوم سياسيين باستغلال واحد الموضوع اللي بعيد على المجال ديال السياسه. هذه هي النقطه اللي حاولنا اننا نوضحوها وباش انه نحدوا من هذا النقاش اللي ما كيرتقيش بالنقاش العمومي اللي بغاوه المغاربه. واولا خصنا نعرفوا بان هاد الناس اللي كانوا في 10 سنين وهما كيسيروا دائما ما كانوا كيفضلوا الشركات الاجنبيه وكيفضلوا هذا. حنا ما عندناش مشكل مع الشركات الاجنبيه، ولكن ملي كتعطانا الفرصه وكنشوفوا كيفاش الشركات مغربيه كتبرهن على الكفاءه ديالها والحرفيه، ما يمكن لينا الا اننا نعتزوا. شفنا كيفاش شركات مغربيه هي اللي خدمات في التحويل ديال الماء من سبول ابي رقرق ونجزاته في اقل من سنه، يعني في 9 شهور، شركات مغربيه بايادي مغربيه وبسواعد مغربيه. فخصنا نفتخروا، ما تبقاش عندنا هذه العقده ديال الاجنبي ونبقاو دائما نطبلوا لشركه اجنبيه لانه كنفترضوا بانها تتوفر على شي حاجه اللي خارقه. شركات مغربيه عندها كفاءات وعندها امكانيه ديال انها تجيب التمويل، لان الاستثنائي في هذا والميزه في هذه المحطه ديال التحليه ديال الدار البيضاء ان ماشي الدوله غتعطي فلوس لهذه الشركات، هذه الشركات جايبه واحد العرض ديال هي تجيب الاستثمارات ومن بعد تبيع الماء وتدمج كما قلنا الطاقات المتجدده. فهذا واحد نمط جديد، وما يمكن لنا الا انه الا كنا كنعتزوا ببلادنا وكنعتزوا بابناء هذا الوطن اننا نفتخروا باي شركه كيف ما بغات تكون وديال من ما بغات تكون. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.